أهلا وسهلا بكم لدرس جديد من سلسلة دروس التصميم الشعاعي ببرنامج إنكسكيب. في هذا الدرس سنتعرف على تقنيات جديدة تعد من أساسيات التصميم الشعاعي. كتطبيق سنرى كيفية تصميم غلاف لصفحة أو حساب على فيسبوك. من لم يشاهد معنا الدروس السابقة أنصحه بالرجوع إليها، رابط الدروس جميعها سيظهر الآن على الشاشة، يمكنك الرجوع لها لتتبع هذا الدرس معنا دون أي مشاكل. إذن سأبدأ بإظهار نافذة الألوان، سأرسم مستطيل، وهنا سأتعامل مع القياسات لأن مثلا صفحة أو صفحة الغلاف صفحة فيسبوك له قياسات منصوح بها من طرف شركة فيسبوك. نفس الشيء على يوتيوب أو تويتر أو جوجل بلس، تجد قياسات منصوح بها. بالنسبة لفيسبوك مثلا سأختار هنا المستطيل الذي سيكون هو خلفية الغلاف، وسأعطيه القياسات التالية. إذن أختاره، سأعطيه بالنسبة للعرض فهو القياس المنصوح به هو 851 بيكسل، وبالنسبة للارتفاع هو 315 بيكسل. أضغط على هذه الأيقونة ليأخذ المستطيل عرض مساحة العمل. بالنسبة للعرض والارتفاع فهذه الأيقونة يجب أن تكون غير مفعلة في الأول كي تغير الارتفاع والطول دون أن يكون متناسبين، يعني تغير كل واحد منها بصفة منفصلة عن الآخر. لو كان مقفل فيكون تغيير العرض يغير في الارتفاع والعكس أيضا صحيح. إذن أنا لدي المستطيل، سأقوم بإعطائه لون متدرج من اللون أزرق فاتح إلى لون أزرق غامق في الجوانب. طريقة تامة ذلك رأيناها في الدروس السابقة. إذن سأختار هنا لون متدرج، وبأداة التدرج يمكنني أن أحدد هنا اللون الذي أريد. سأغير فقط الشفافية لحوالي شفافية الآن على هذا الشكل، وفي الجانب سأضع هذا اللون. بالفعل سأضع هذا اللون وبالتالي أحصل على الخلفية التي أريد أن تكون للصفحة. سأقوم باستنساخ هذا المستطيل ورسم دائرة لأخذ جزء منها فقط، سيكون جزء على شكل سيكون يعني جزء شفاف من الخلفية. سأعطيه تأثير شفاف على هذا الشكل. إذا الدائرة مختارة سأختار أضغط على شيفت وأختار المستطيل، وهنا في مسار أختار تقاطع فأحصل على هذه الدائرة. سأعطيها لون أبيض. قمنا بأيضا تفاصيل هذه الأشياء في درس سابق. سأعطي هنا لون أبيض بالنسبة للدائرة وأغير شفافيتها لتكون مثلا على هذا الشكل. يمكن أيضا أن تعطيها لون متدرج من أبيض شفاف مطلقا إلى أبيض شفاف قليلا. إذن بهذا أكون انتهيت من الخلفية. الآن يمكنني أن أعطي أي أشياء، أن أكتب أي أشياء في على الخلفية، مثلا شعار أو ما شابه ذلك. أنا سأقوم باستنساخ أو نسخ هذا الشعار، يمكن نسخه كنترول سي وكنترول في هنا. سأقوم بالضغط على كنترول شيفت وتصغيره للحجم الذي أراه مناسب مثلا على هذا الشكل. بالنسبة لك يمكنك أن تصمم هذا الشعار بسهولة، فقط نصين ومستطيل ودائرة داخلهما وحرف. الهدف من هذا الدرس، الهدف الأول هو التعامل مع القياسات. رأينا كيف التعامل مع القياسات بالنسبة للمستطيل. الهدف الثاني هو كيف نقوم ب موضعة أو تغيير أمكنة أجزاء التصميم بالنسبة لجزء آخر. مثلا أنا أريد أن يكون هذا الجزء بالضبط في وسط هذا المستطيل. يمكن أن أحاول ذلك يدويا، أقول هذا هو المنتصف، لكن هذا كما نقول في المغرب عينك ميزانك، يعني ليس بدقة. في إنكسكيب توجد أدوات تسمى بأدوات التراصف تمكنك من تحديد مكان جزء أو موضعة جزء من التصميم بمقارنة مع جزء آخر أو أجزاء أخرى بدقة. هذه الأدوات تسمى كما قلت بأدوات التراصف، يمكن إظهارها عن طريق ضغط و Align and Distribute Shift Control A أو من هذه الأيقونة. إذن هذه أدوات التراصف، كيف التعامل معها؟ أختار الجزء الأول، أضغط على Shift، أختار المستطيل. الآن أريد أن يكون هذا الجزء وسط
المستطيل. لذلك إذن الجزء الذي أريد أن يتغير مكان الأجزاء الأخرى بالنسبة له هو المستطيل، هو الذي اخترته أخيرا، لهذا أختار التراصف بالنسبة إلى الاختيار الأخير الذي هو في حالتي المستطيل. ماذا أريد أن أقول للأجزاء الأخرى؟ أريد أن أقول لها أن يجب أن تتراصف مع المستطيل في الوسط عموديا، إذن المستطيل الآن أفقيا في وسط، أو هذا الجزء في وسط المستطيل، وعموديا الآن هو أيضا في وسط المستطيل. إذن الآن هذا الجزء وسط المستطيل بالضبط أفقيا وعموديا. كما تلاحظون هنا العديد من الخيارات الأخرى بالنسبة للتراصف من الجوانب، يمكنك أن تختار عموديا أو أفقيا فقط، يمكنك أيضا الجوانب الأطراف اليسرى أو اليمنى، يمكنك أيضا هنا اختيار التباعد بين الأجزاء. الآن ما سأقوم به هو أني سأضيف نصوص صغيرة هنا، سأضيف فقط مثال وأنتقل للتصميم الآخر لأكمل عليه لأريكم النتيجة النهائية فقط. مثلا يمكن أن أكتب website وأعطيها لون مثلا هذا الحجم، أعطيها لون مثلا هذا اللون، أقوم باستنساخها، أقوم ب هنا يمكنني أن أكتب www.mijmaa.com، أعطيها لون أبيض. وبنفس الطريقة يعني يمكنني أن أقوم بمراصفة هذين الجزئين، أضغط على هذا الجزء ثم شيفت على هذا الجزء، وأريد أن أراصف هذا الجزء مع هذا الجزء فقط أفقيا الآن، فأضغط على هذه الأيقونة بالنسبة لي أدوات التراصف. متباعدان يمكنني أن أقوم بتقريبهما من أسهم لوحة المفاتيح يمين. إذن بهذه الطريقة يمكن أن أتحكم في موقع أجزاء التصميم بدقة بالنسبة لأجزاء أخرى. الآن مثلا أريد أن يكون هذا يعني العصرين أو هذا السطر بالضبط في وسط الخلفية لكن عموديا. لو قمت باختيارهما واختيار مرة أخرى المستطيل، وقمت بالتراصف بالنسبة للاختيار الأخير الذي هو المستطيل، واختيار التراصف عموديا، فتلاحظ أن العنصرين يندمجان أو يكون واحد فوق الآخر لأنهما عنصرين منفصلين. لذلك سأتراجع عن العملية وسأقوم بتقنية تسمى بتقنية التجميع. إذن سأختار الجزء الأول، سأختار الجزء الثاني، وهنا أعلى لدي جمع الأجزاء المختارة، فيصبح هذا الجزء كأنه تصميم واحد. الآن يمكنني أن أختاره، هو الآن مختار، أضغط على Shift، أضغط على المستطيل وأقوم ب أقوم بجعله في الوسط أفقيا. إذن الآن هو في وسط المستطيل بالذات على المحور الأفقي. يمكنني أن أقوم برفعه قليلا لأن هذا الشكل العمودي، ومن بعد حين أنتهي يمكنني أن أقوم بتفكيك هذه العناصر فتعود إلى حالتها الأصلية، يمكن أن أشتغل عليها. الآن كل واحد على حدة، حين تكون مجتمعة يمكنني أن أشتغل عليها أيضا مجتمعة بالنسبة للأشياء التي تعودت القيام بها على التصاميم منفردة. إذن في النتيجة النهائية يمكن أن تحصل على شكل على هذا الشكل فقط، هذه الأجزاء التي أضفت، فهي أيضا يمكن القيام بها بنفس الطريقة، فقط هنا تضيف النصوص وتتحكم أيضا في كون التراصف هنا على الجهة اليسرى عموديا وكل سطر أفقيا، وبالنسبة للمسافة بين كل سطر فتقوم بتجميع كل سطر واختيار هنا المسافة لتكون مسافة موحدة بين كل الأسطر. في النهاية يمكنك عن طريق الضغط على Ctrl A وتصدير النتيجة النهائية، أو هنا يمكنك اختيار الكل. سأقوم بتصغير قليلا لأتمكن من اختيار الكل على هذا الشكل، وأقوم باختيار ملف تصدير، وهنا أعطي الحجم المنصوح به. هنا الحجم كبير لأني ربما من قبل كنت قمت بتصدير الصورة بحجم أكبر، لكن حين أقوم بإعطاء العرض 851 فالارتفاع يأخذ 315، لأن أكبر جزء في التصميم هو المستطيل الذي اخترته كخلفية له هذه الارتفاعات، ف
تكبير أو تصغير القياس الصورة النهائية يكون أو يحافظ على نسبية الارتفاع العرض والارتفاع. لذلك هنا أضع هنا 851 يكون الارتفاع هو 315، وأضغط تسطير فهنا يجب أن أعطي مكان مثلا هم أعطي مثلا facebook.png وهنا أضغط تسطير فتكون هذه النتيجة الخاصة بالغلاف الذي قمت بإنشائه على Inkscape. وبهذا أكون انتهيت من تصميم غلاف صفحة فيسبوك على Inkscape. بالنسبة لتويتر يوتيوب وجوجل بلس سأضع قياسات الخاصة بها أو المنصوح بتصميم غلافاتها في الموضوع الكتابي الذي سيظهر لكم الآن أو سيظهر رابطه على الشاشة. إذن إن كنتم استفدتم من هذا الدرس أتمنى أن تشتركوا في القناة للمزيد من الدروس إن شاء الله. إلى اللقاء. في كاليونكس هناك تعاون أكثر مع مطوري بعض هذه الأدوات مثلا كميتاسبلويت. هناك تعاون بين فريق كاليونكس وفريق الفريق المطور لأداة ميتاسبلويت، فتكون بذلك هناك نوع أكثر من الانسجام والتطور في الأدوات المستعملة في كالي لينكس أكثر من ما كان عليه في باكتراك. مثلاً إنماب وارشاك الخاص لتحليل الشبكات. إذا هذه الأدوات العشرة الأكثر استعمالاً أو الأكثر شعبية. لو دخلت لأدوات أخرى ستجد في كل فئة العديد من الأدوات، مثلاً هناك خاصة بالوايرلس بلوتوث، مثلاً خاصة بال